موضوع النهاردة هنتكلم فيه عن اللسان المربوط وعلاقته بتأخر الكلام. ربط اللسان ملوش علاقة خالص بتأخر الكلام، فلازم الأم تعرف إيه هو السبب الرئيسي لحدوث تأخر الكلام عند أطفالها. ربط اللسان ده ليه أنواع، لكن الطفل اللي عنده تأخر في الكلام هو عنده أسباب تانية بتؤدي إلى حدوث التأخر. موضوع علاجه بسيط جدا جدا جدا.